327 ساعة مشاهدة يتيحها مهرجان أفلام السعودية في دورته التاسعة للزائرين لهذا المهرجان، بإمكان أن يحجز تذكرة من موقع الرسمي لإثراء مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، ويحضر لمشاهدة أفلام نوعية مميزة هي 78 فيلم تعرض في 8 أيام. اليوم هو اليوم الرابع وما زال الإقبال كبير والحضور والتفاعل من قبل صناع الأفلام وكذلك الزائرين لهذا المهرجان الكبير. نتحدث أكثر عن مهرجان أفلام السعودية مع الأستاذ فراس المشرع، وهو مشرف برامج مهرجان أفلام السعودية. أستاذ فراس، حدثنا قليلا عن إثراء بالتأكيد يحتضن هذا المهرجان الكبير، وهو أيضا يكمل مع جمعية السينما يعني فعاليات هذا المهرجان المميز. حدثنا، ما هو دور إثراء في هذا المهرجان؟ طبعا إثراء بالشراكة مع جمعية السينما تنظم هذا المهرجان وبالسبونسرشيب لهيئة الأفلام. السنة هذه تشهد إقبال رهيب من عدد السبميشنز وعدد المشاركات اللي قاربت 700. نحن بس ما بنتكلم عن العدد، نتكلم حتى على النوعية والكواليتي الأفلام اللي طلعت السنة هذه، ابتداء حتى من البوسترات إلى العمل إلى القصص التي تروى. جمب يعني كبير جدا في نوعية القصص، وهذا الشيء يعني مفرح بالنسبة لنا. وكل سنة قاعدين نشوف تطور جودة الأفلام التي دعمت من إثراء ومن غير إثراء. فنحن طبعا في إثراء أحد النشاطات اللي عندنا غير المهرجان، نحن حتى ندعم صناع الأفلام بصندوقنا اللي هو إثراء فيلم فند، حتى تصنع هذه الأفلام و تقدم إلى مهرجان أفلام السعودي كل سنة عن الأخرى. فابتداء من السنة اللي فاتت واللي قبلها دخلنا في أفلام مثل هاتف قديم، أرجيحة، واللي دخلت في السنة اللي فاتت. السنة هذه كمان فتحنا صندوق دعم حتى ندعم الصناعة وتشارك هذه الأفلام في المهرجانات. السنة هذه كمان افتتحنا قسم للفي آر، فيرتشوال رياليتي أو العالم الافتراضي، لأول مرة في مهرجان أفلام السعودي، حتى نحفز صناع الأفلام السعوديين أن يكتشفوا هذا النوع وهذا الميديم من طرق رواية القصة. فعندنا فيلمين مدعومين من إثراء اللي هو ومضة وطريق الحجاز، موجود في VR الآن، هذا من دعم إثراء، ومزجناه مع أفلام فائزة عالمية في فينيس فيلم فيستيفال، في كانس فيلم فيستيفال، مزجناها وجعلنا صنع الأفلام يعني يعيشوا التجربة هذه في الفي آر حتى يكتشفوا هذا النوع من الجديد من طريقة رواية. هذه لأول مرة الواقع الافتراضي صح تعملوها في إثراء؟ نعم، وزي ما قلت هدفنا نحفز صناع الأفلام ونفتح عينهم على هذا النوع الجديد من طرق رواية القصة. وطبعا عندنا برضو قسم اسمه الكرياتيف سولوشن، كل سنه بينزلوا برنامج دعم للفيرتشوال رياليتي، فومضة وطريق الحجاز هو احد مبادراتهم، وان شاء الله السنه الجايه ونامل ان شاء الله نفتح الفي ار كاتيجوري خاص فيها افلام موازيه، افلام ان كومبيتيشن، والفي ار التي سوف تخصص حتى ممكن لها جائزه ان شاء الله السنه الجايه. شكرا، الله يعطيك العافيه. شكرا جزيلا يا رب. شكرا جزيلا. اذا هذه سوق الانتاج، 14 جهة مشاركة في هذا المكان تقدم جوائز متعددة تصل إلى قرابة 17 جائزة بقيمة 1,500,000. هذه الجوائز دعم لصناع الأفلام. هؤلاء الشركات الموجودة، هذه الشركات الموجودة في هذا المكان تتيح يعني فرصة لأن يقدم الشاب فكرة إبداعية يستقطبونها يسوقون لها. أنا سأتحدث أكثر كذلك عن البرنامج الذي يقدم للأطفال. هناك يعني على مستوى مهرجانات السينما على مستوى العالم قلما نجد برنامجا يقدم للأطفال. هنا في مهرجان أفلام السعودية هناك برنامج خاص للطفل يقدم عدد من الأفلام تعرض في الفترة الصباحية والفترة المسائية، معي الأستاذة أفنان باويان وهي مخرجة فيلم أنيميشن عرض في حفل الافتتاح، فيلم سليق يعني، وهو تجربتك الأولى صح؟ أيوة، فيلم سليق هو كتابتي وإخراج الأول. أولا حدثينا عن دخولك في عالم الأفلام القصيرة، ما الذي دفعك وإلى أين وصلت وماذا اكتشفت في هذا العالم؟ طيب أنا أشتغل أصلا في عالم صناعة الأفلام لي 4 سنين بس في الأفلام الطويلة، لكن كتجربة أولى كان لازم أكتب فيلم قصير، وأنا دائما أحضر المهرجان فأشوف أفلام قصيرة، فكتبت فيلم القصير الأول وأخرجته كتجربة أولى عشان أوري الناس إيش القصص اللي أنا ممكن أرويها وكيف ممكن أرويها. كلمينا عن يعني اختيار فيلمك لأن يكون في حفل الافتتاح، بالتأكيد هذا إنجاز وقفزة كبيرة لك أنت كصانعة أفلام،
ما هو يعني الشعور الذي يداخلك وأنت تجدين فيلمك على منصة حفل الافتتاح؟ طبعا كفيلم اول اكتبه واخرجه ابدا ما توقعت انهم حيختاروا فيلمي لفيلم الافتتاح، يعني ادونا جداول عروض الافلام وكنت يعني خاصة يعني كنت متحضره ان انا احضر حفله الافتتاح. فجاه جاني الخبر من مهرجان افلام السعوديه انهم اختاروا فيلمي لفيلم الافتتاح، جدا كنت سعيده في نفس الوقت مره خايفه لانه صار مره في ضغط كبير على الفيلم انه لازم يعجب الجمهور وحيكون في منصه كل الناس حتيجي اول يوم حتشوفه. أنا بما أني موجود في سوق الإنتاج، أنا ما راح أسألك كم تكاليف العمل اللي عملتيه، ولكن بالتأكيد أنتم كصناع أفلام تحتاجوا إلى مبالغ مالية لصناعة فيلم. ما هو يعني رأيك في سوق الإنتاج بالذات قاعد يفتح لكم مجال كبير للتواصل مع هذه الشركة؟ أكيد أنا دي السنة برضو عندي فيلم في السوق، فيلم طويل موجودة في السوق كمنتجة. صراحة وجود السوق ووجود الشركات حوالينا بتدينا يعني بتدينا ديل أو شيء مبدئي إنه إحنا نتفق معاهم أو نشوف هل فيلمنا عجبهم أو لا، ممكن يبدأوا يتفاهموا معانا من الآن إذا كانوا بيدخلوا كممولين أو كموزعين أو كمسؤولين تطوير في الفيلم، فهذا شيء يفتح آفاق لمشاريع مستقبلية. يعطيك العافية، شكرا جزيلا. تسلم. أنا أدعي الكاميرا تتجول حسين المصور حسين ناصر يأخذ جولة في هذا المكان، و أجواء المهرجان بالتأكيد يعني تحمل رسالة. أولا كما نعرف بأن مهرجان أفلام السعودية هو في رسالته الأولى يحمل رسالة دعم صناع الأفلام، دعم الشباب الذي يقوم بصناعة الفيلم، ويعني يسهل ويذلل له الصعوبات المختلفة إذا كانت هناك صعوبات، ويدعمه من خلال شركات مختلفة، من خلال فضاءات مختلفة لهذا الإبداع. وبالتالي هذا الملتقى، إذا ما قلنا بأن مهرجان أفلام السعودية هو أشبه بملتقى سينمائي كبير بإمكان الزائر أن يتواجد هنا، وقد يسأل البعض كيف يمكنني أن أشاهد الأفلام المعروضة في هذا المكان، فأنا أقول بإمكانه أن يدخل على موقع الإثراء ويحجز تذكرة بسعر 25 ريال، وبالتالي بإمكانه أن يشاهد عدد من الأفلام السعودية المميزة في هذا المهرجان الذي استطاع أن يتجاوز حدود كبيرة جدا من 2008 حتى الآن، 15 عاما من الإبداع.